السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم من جديد. الآن سنكون ضمن الدردشات، هذا الحديث ضمن ما يسمى الدردشات ونصائح لغوية عن تعلم العربية. هذه الدردشات مهمة لأنها توصل رسائل حياتية ويمكن أن تفيدكم في طريق تعلمكم للغة العربية. سأتحدث عن مسألة تحدثت عنها كثيرا، ولكن ما زالت هناك تعليقات تأتي مرتبطة بهذا الموضوع. الموضوع هو كيف نتعامل مع العربية الفصحى وكيف نتعلم الفصحى والناس يتكلمون في شوارعهم بلهجاتهم المحكية. لماذا أتعلم العربية الفصحى والناس أو أهل العربية لا يستعملونها في حياتهم؟ هذه الأسئلة الكثيرة التي ربما تأتي إلى ذهن متعلم اللغة العربية من غير العرب، هناك عدة إجابات عنها. الإجابة الأولى تتعلق بسؤال يتوجه أو نتوجه به إلى متعلم اللغة العربية أو إلى متعلمة اللغة العربية. هذا السؤال هو: لماذا تتعلم اللغة العربية؟ هذا السؤال يجب أن تجيب عنه أنت وأنت. أنت تجيبين عن هذا السؤال. شخص يقول: أنا أتعلم اللغة العربية كي أعرف الحياة في الخليج العربي، كي أعرف الحياة في بلاد الشام، كي أعرف الحياة في مصر، في شمال إفريقيا البلاد العربية، في المغرب العربي الكبير، في الجزائر وتونس المغرب وليبيا. هذه الأسئلة أو هذه الإجابات تعني أنك أو أنك تريدين أن تخاطب الناس، أن تحاور الناس، أن تتعامل مع الناس. هنا تحتاجين إلى اللهجة المحكية في البلد. يعني إذا كنت تريد أن تعمل في محل تجاري في مصر مثلا، في الإمارات مثلا، في السعودية، في الشام، في أي بلد عربي، فعندها أنت ستحتك مع الناس في الشارع. يعني أنت غايتك من تعلم العربية أن تتواصل مع الناس في بلد عربي معين، فعندها إذن أنت ستجد صعوبة وستجد أنك تتكلم باللغة العربية التي تعتبر مخالفة ومغايرة للهجة المحكية في كثير من الاستعمالات، سواء الكلمات أو الجمل أو التراكيب أو اللفظ. عندها أقول لك: تعلم العامية وتعلم العامية، حتى لا تقولي أو لا تقول: لماذا أتعلم العربية الفصحى؟ هذا إذن من خلال هذا الجواب يكون الذي يريد أن يتعلم هذه اللغة العربية يريد أن يتعلم اللغة العربية لغرض محدد، أو يريد أن يخاطب مجتمعا محدودا، ولا يريد أن يتسع ثقافيا وفكريا باللغة العربية. أما إذا قال الشخص: أنا أريد أن أتعلم اللغة العربية لأقرأ الثقافة العربية، لأقرأ التاريخ العربي، لأتعلم العلوم الدينية، لأتعلم الفقه، ولأتعلم الحديث والتفسير، فإنه لن يجد أي لهجة عامية ستفيده في هذا الغرض، بل إن العربية الفصيحة هي الوحيدة التي يمكن له من خلالها أن يفهم النص الديني، سواء النص القرآني أو النص الحديثي أو النص الفقهي، أو يريد أن يفهم النص التاريخي، أو يريد أن يفهم العلوم العربية، أن يريد أن يقرأ الروايات العربية، القصص العربية. لن تعطيه العامية إلا جزءا يسيرا جدا من هذه العلوم، ولن يتبحر بها. هناك شخص ثالث يقول: أنا أريد أن أتعلم اللغة العربية لأتعلم الثقافة العربية، ولأخاطب غير العرب، ولأخاطب جميع العرب، ولأقرأ التاريخ والثقافة والأدب، ولأخاطب الناس في شوارعهم. هذا الشخص نقول له: إذا كنت تمتلك الوقت وتمتلك العزيمة وتمتلك الإرادة، فإنك من المؤهلين لتتعلم المستويين، المستوى الفصيح والمستوى العامي، ولكن عليك أن تولي المستوى الفصيح الأهمية أولا. يعني أن تبدأ بالفصحى وتتعلم الفصحى، أن تعطي للفصحى سنة، سنتين، 3 سنوات، ثم بعد ذلك تنتقل إلى اللهجات. يعني أنا مثلا عربي،
لكنني لا أعرف كل اللهجات العربية، أعرف لهجة بلادنا فقط، وهكذا كل عربي مثلي. العرب عامة كل عربي يعرف لهجة بلده، وقليلون جدا من يعرفون لهجات الوطن العربي كاملة. فهذه ليست مشكلة بالنسبة لك، يعني أنا إذن سأعاني من مشكلة أنني لا أفهم لهجة بلد عربي ما غير لهجتي. لكنني أنا عندما أخاطب أهل منطقتي أخاطبهم باللهجة المحكية، ولكن عندما أريد أن أقرأ وعندما أريد أن أوسع معارفي لن أجد مثل الفصحى، لن أجد مثل الفصحى، لأن الفصحى تنقلني إلى عالم آخر، تنقلني إلى عالم الأدب، إلى عالم الشعر، إلى عالم النثر، إلى عالم الروايات، تنقلني إلى الفقه، إلى الحديث، تنقلني إلى أهم نص عربي وأول مصدر للفصحى وهو القرآن الكريم. أنا لا أستطيع أن أفهم القرآن لو كنت فقط مكتفيا بالعامية، لابد أن أعرف مستوى من مستويات الفصحى حتى أفهم القرآن الكريم، وحتى إنني أحتاج أنا وغيري إلى تعلم الكثير من الكلمات والجمل، وأيضا إلى تعلم بعض الأساليب الكثيرة حتى ندرك كثيرا من أساليب القرآن، وإننا لن نستطيع أن ندرك القرآن كاملا وأساليبه العالية كلها. فهذا إذن الجواب على الشخص الذي يسأل دائما لماذا نتعلم العربية والعرب لا يتكلمون العربية والعرب. يا أخي، نحن عندنا في العربية مستويان، المستوى الفصيح والمستوى العامي، وليس كل عامي يفهم جميع العاميات، ليس كل عربي يفهم جميع العاميات، لكن الفصحى نفهمها جميعا، وهناك منا من لا يستطيع الكلام بالعربية الفصحى أصلا، يعني من العرب الذي لم يعتد لسانه على النطق بالفصحى، وكثيرون ربما لا يستطيعون أن يطبقوا أو أن يقولوا نصا كاملا بالعربية الفصيحة، فإنهم سيقعون في أخطاء كثيرة. فأنت يا أخي وأنت يا أختي تقرر، الذي يقرر هو طالب العلم، هو طالب معرفة هذه اللغة. ما الذي يلزمك بتعلم الفصحى؟ لا شيء. وما الذي يلزمك بالعامية؟ لا شيء. هناك شيء واحد، الحاجة. ما الذي تحتاج إليه من هذه اللغة؟ هل أحتاج إلى تعلم العلوم الشرعية، العلوم النفسية، العلوم الاقتصادية، العلوم الأدبية، الفقه، الحديث؟ كل هذه الأمور لا يمكن تعلمها إلا بالفصحى. أو أنا أريد أن أعمل ببقالية أو بمحل تجاري، وهذا المحل يتخاطب الناس فيه بالعامية، فأنا حددت بالعامية مكانا محدودا صغيرا لا يمكن أن يصل إلى مستوى الفصحى. بل إن الفصحى، وهذا شيء مهم، لا تخاطب أو لا يفهمك العرب جميعهم وحسب، بل إن غير العرب من متعلمي العربية الفصحى يفهمونك أيضا، يعني هناك أناس كثيرون من بلدان غير عربية يتعلمون العربية الفصحى، إذا كلمتهم بالعامية لن يفهموك، وإذا كلمتهم بالفصحى سيفهمونك. إذا ماذا نقول في ختام اللقاء؟ أقول لكم إن الذي يزيل هذه الأسئلة ويزيل هذه المشكلات من طريق متعلم العربية الحب والشغف. إذا أحببت اللغة وشعرت بالشغف بتعلمها فإنك وقتها لن تفكر ماذا يتكلم هذا وماذا يتكلم ذاك، لأنها صارت معشوقتك، صارت العربية معشوقتك. إذا كان الشارع لا يتكلمها فالكتب تتكلمها، والتاريخ يتكلمها، والصحف تتكلمها، والخطابات الرسمية تتكلمها. هذه العربية الفصيحة لا أقول كما يقول بعض الناس إنها أفضل اللغات وأحسن اللغات، أنا لا أقول هذه الكلمات، على العكس، أنا أقول اللغة العربية مثلها مثل باقي اللغات، كل إنسان يجد لغته مقدسة بالنسبة إليه. أنا لا أتحدث عن لغة القرآن، أتحدث عن اللغة المستعملة في الحياة، اللغة الفصحى التي كتبت بها الآداب وكتب بها الشعر وكتب بها التاريخ، هي لغة مثل باقي اللغات، هي أداة استطاعت أن تحمل المعرفة وأن تحمل السياسة وأن تحمل الفكر
وأن تنقله من جيل إلى جيل، واستطاعت أن تكون أداة للتواصل بين العرب وبين غير العرب من متعلمي العربية، وكذلك باقي اللغات. لغتك الآن أنت تجدها من أجمل لغاتي وأحلاها، أنت تطرب وأنت تتكلم لغتك. لماذا؟ لأنها آية من آيات الله، والله عز وجل جعل اللغة أهم مميز للإنسان، والله خلق الناس سواسية، فما يعبر عنهم لا شك أنه سيكون متساويا، لا فرق بينه وبين اللغة، ولا فرق بينه هذا المنطوق، الكلام، المنظومة اللغوية هي أداة خلقها الله لنتواصل، وهذه الأداة كل أصوات تؤديها، الأصوات التي تحقق التواصل والمعرفة. وهذا لا ينفي أن للغة العربية جمالا وبهاء وبلاغة وبعدا تاريخيا، حيث ما زالت تستعمل منذ قرون عديدة. ولكن لا أقول لغتي أفضل من لغتي، هذا إذا قلته أعتبر نفسي مقلدا لأولئك اليونانيين الذين ظنوا أن باقي اللغات كنقيق الضفادع. لا يوجد حديث صحيح يقول إن اللغة العربية إنها أفضل من باقي اللغات، والآيات القرآنية التي تصف اللغة العربية تصفها تحديا لناطقيها، لا لكي يفاضل الله عز وجل بينها وبين باقي اللغات، بل إنه يقول لهم وهذا لسان عربي مبين، أي إن هذا القرآن جاء بلسانكم وبأعلى مستوى لغوي من المستويات اللغوية التي تتكلمونها. فعلينا أن نكون أولا محبين للغة التي نريد أن نتعلمها، شغوفين بتعلمها، وعندها لن يأتينا هذا السؤال أصلا، لأننا سنكون مع حياة جميلة اسمها الاتصال بلغة جديدة. أتمنى أن أكون قد أجبت عن هذا السؤال الذي يتكرر، وأتمنى أن تكون هذه الدردشة خفيفة وليست ثقيلة على أسمعكم، وإلى أن ألقاكم في دردشة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.